أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردمشت. ألف سردة وسردر معي أنا لقمان ديركي. أخي الكبير هو الأخ الكبير بصورته التقليدية، وهو يمضي مع الوالد إلى العمل ليكون وريث حرفته مخيرا أو مسيرا، بينما باقي الإخوة الصغار أحرار في خياراته. وفي العائلات الفقيرة هو الأخ الذي يذهب مع الوالد أيضا إلى العمل كي يستطيع باقي إخوته الصغار الدراسة والتعلم ورفع رأس العائلة عاليا، ومن ثم إنقاذها من الفقر والظلم. وبصورة أخرى هو عصا الأب، يلاحقنا في الشوارع ويضبنا في البيت، وإذا استلزم الأمر يلطنا بالقشاط كي يشفي غليل الوالد المتحرك شوقا إلى إنزال العقوبات التأديبية بنا وعلينا. فلا غريب أن يكون المفضل، بل هو الذي سيأخذ اسم الجد ليكون وريثا كاملا مكملا لهذه العائلة، سواء كانت ذات جذور ضاربة في القدم أو جديدة على كار العائلة. هو الذي يكون قويا عادة، فهو الداعم الأكبر لباقي الإخوة، وهو الذي يترك كل شيء من يده ويأتي إليك في الأزمات، وهو الذي يشعرك بالأمان أينما مضيت. أما الصديق فهو الذي يلازمك كل يوم ويحرضك كل يوم كي تكون الأفضل، لكن ربما لا يأتي لزيارتك في المشفى إذا مرضت. بينما الأخ سيكون هو من الذي أدخلك إلى المشفى من الأساس، ولكنه بعيد دائما عنك ولا يلتقي بك إلا لكي يتأكد من أنه فخور بك وأنك ما زلت عند حسن اعتقاده. أما صديقك فهو عادة آخر من تراه هذا اليوم أو آخر من تتحدث معه على التليفون قبل أن تنام، لكن ليس بالضرورة أن يساندك في كل لحظة، وليس بالضرورة أن يكون موجودا معك في الأزمات، ففي الأزمات يظهر الأخ وينهي الأمور بشكل حاسم. لكن ليس بالضرورة من جديد أن يكون الأخ الكبير على هذه الشاكلة دائما، فهو أيضا مبدد أموال العائلة ومبدد سمعتها إذا ما كان سرسريا ومن محبي البسط والانشراح ومن محبي الأفراح والليالي الملاح والفقش والرقص والغناء، يعني باختصار صاحب مراء. فساعتها ستضطر أنت الصغير إلى القيام بدور الأخ الكبير وتفقد طفولتك ومراهقتك دون أن تدري، بل وستعمل طيلة عمرك خادما عند ملذات الأخ الكبير الشخصية، والتي بحكم سلطته عليك كأخ كبير تصبح من القوانين الشرعية في دستور العائلة الكريمة. فإذا أراد نقودا أرسل لك الوالد العزيز متوسلة باكية وباسم الأخوة هاتفة أن تساعد أخاك ولو ظالما وفلتانا ومسائل غير على بسطه وسهراته وروحاته وجياته ومطاعمه وأهاوي ورفقاته يلي بيقول عن كل واحد منهم رب أخ لك لم تلده أمك، بينما يقول عنهم علاء الدين الأيوبي بكل وضوح وصراحة وبشكل مباشر وبدون أي تعقيدات أو لف دوران رفاق السوء. وما بين الأخ الكبير الراكز وبين الأخ الكبير الفلتان تبقى شخصية الأخ إحدى مكونات شخصياتنا الأساسية، فهي جزء من حياتنا شئنا أم أبينا. هذا الجزء الدافئ والعنيف والصارخ والمختبئ، هذا الداعم الأساسي لمساحات الأمان في داخلك أو الشعور بالأمان الذي نبحث عنه طيلة عمرنا، الأخ أو الشقيق أو الشعور بالأمان الذي نبحث عنه طيلة عمرنا، الأخ أو الشقيق تاج على رؤوس العائلات في كل أحواله. فإما أن يكون تاجا ذهبيا لا يصدأ تبتسم العائلة تحته بفخر واعتزاز، أو ماسيا لا يخدش تمشي العائلة تحته بخيلاء وزهو، أو حديدا تنوء تحت ثقله العائلة بكاملها وترهق، أو تنكيا متعوجا تخجل العائلة من المشي تحته، أو ورقيا هشا يتطاير من على رأس العائلة عند أقل ريح،
لكنه تاج لا يراه إلا الوحيدون. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.